جماهير فريق نادي الوحدة أو إن كان أيضا من جماهير البرتقالي. هذه الكرة داخل منطقة الجزاء. الله 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 الله، الآن كنت تظهر في هذه اللحظات فاكوندو يضع الكرة في المرمى، يسجل هدف رأسي جميل سليم في مرمى البرتقالي في مرمىك يا علي الحسني. الأولى لم تنجح، نجحت الثانية يا فاكوندو، نجحت الثانية بالفعل. هذه المرة يضعها بعيدا بعيدا في الزاوية البعيدة على حارس المرمى. الله هوبا في المرمى، هدف جميل جدا في مرمى البرتقالي. العنابي يتقدم في هذه المواجهة وفي هذه المباراة ما بعد محاولات كثيرة، ما بعد محاولات عديدة وصلت أخيرا الكرة وعانقت الشباك. تقدم فاكوندو الذي كان يبحث عن أول أهدافه في هذه المواجهة.